حياكم الله. تقول كذلك بالنسبة لصلاة الشفع بعد العشاء، هي الراتبة أم لا بد من صلاة غيرها؟ يستحب أنه قبل ركعة الوتر أن يأتي بركعتين يسميان بالشفع، وهذا أقل الكمال، أقل الكمال ثلاث ركعات شفعا ووترا، وأعلى الكمال 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يبدو أن تقصد أحسن الله إليك أن راتبة العشاء يوتر بعدها بواحدة فتكون هي الوتر، أو لا بد من شفع غيرها؟ كل عشاء مستقلة ركعتان راتبة، ولا يدخل معهم الوتر. فإذا أرادت الوتر فالأفضل أن تصلي ركعتين شفعا غير راتبة العشاء ثم تصلي بعدها واحدة هي الوتر. نعم.